بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المشاهدين، اليوم معنا تنظيف شبكة تدفئة. عندنا خرطوم الضخ بيتوصل على خط السخن اليساري مشان تصير المي عند البتك تدخل من فوق، تدخل من البتك من الأعلى وبتخرج من الأسفل اللي هو هذا الخط الراجع، يعني بعكس الدورة. هلا بس نشغلها كمان تشوفوا معنا. بدأنا تنظيف، ومي الخط الراجع السفلي يتم الضخ من الخط الأعلى، يعني دخول المي من اعلى البتاك وخروجها من الاسفل. دائما الاوساخ بتكون متجمعه في المنطقه السفليه. اغلقنا طبعا البتاك هذا، رح نفتح واحد ثاني. احنا نشغل خط خط او غرفه غرفه، بتاك بتاك، عشان يكون تركيز المضخه كله على البتاك نفسه.